توقيفات، تحقيقات، اعتقالات يعاني منها أبناء مجتمعنا المقدسي بشكل كبير بعد بدء الحرب على غزة. السؤال: كيف نتعامل مع هذه الممارسات من قبل الشرطة الإسرائيلية؟ يجب أن يعرف كل مقدسي أن التوقيف من قبل الشرطة وارد فقط إذا كان لدى الشرطي شك معقول بأن المواطن قام باقتراف مخالفة جنائية. قد يقتادك الشرطي إلى محطة الشرطة للتحقيق. إذا وصلت إلى هناك، اعرف أن لك الحق أولاً بأن تفهم ما هي الشبهات المنسوبة إليك وبلغة واضحة ومفهومة، أن لديك الحق باستشارة محامي تثق به، بأن لديك الحق بأن تصمت أثناء التحقيق. صحيح أن الصمت قد يؤدي إلى تقوية الأدلة ضدك في نهاية المطاف، ولكن هذا حق يكفله لك القانون، وبإمكانك أن تستشير المحامي إذا كان الصمت في حالتك مفيد أم غير مفيد. أثناء التحقيق أطلب أن يكون التحقيق بلغة تفهمها جيداً، بلغة الأم، حتى لو كانت لديك بعض الدراية باللغة العبرية. أعرف أن الشرطي ليس صديقك، بالتالي لا تعطيه أكثر من إجابات مختصرة على الأسئلة التي يسألك إياها. لا تتباحث معه في أمور سياسية عامة. كل ما تقوله أثناء إجابتك على الأسئلة أو في غرفة التحقيق أو في غرفة الاعتقال قد يكون مسجل ومدون، وقد يستعمل لاحقا ضدك في المحكمة. لدى الانتهاء من التحقيق اقرأ محضر التحقيق، إذا كان باللغة العبرية اطلب أن يتم ترجمته. لا تترك أي فراغ في مذكرة التحقيق، واطلب أن يملأوا كل الفراغات لكي لا يتم إضافة أي شيء على محضر التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق معك. إذا كانت لديك ملاحظات على محضر التحقيق، اطلب أن يتم تعديل بروتوكول التحقيق بحيث يعكس ما جرى في التحقيق. إذا تم الاعتداء عليك جسدياً أثناء الاعتقال أو التوقيف أو التحقيق، اطلب أن يذكر ذلك صراحة، لأن هذا قد يخدمك إذا ما تم تقديم لائحة اتهام لاحقاً بحقك في المحكمة.